أسرار مدفونة في أعماقهم. لك سر، أنا بديك. يخفونها مهما كلفهم الأمر. أنت ومهند عملتوا شيء كتير وسخ، أنا راح أكشف. ليبقى السؤال المطروح، من هو هيدا الشخص اللي عم بيلعب فينا مثل حجار الشطرنج وما عم نقدر نوصله ولا حتى نوصل لخياله؟ جوابه لغز يصعب حله. إذا أنت ما عندك الجواب، ما في حدا بالعالم بيقدر يحل هيدا اللغز. سر، حلقتان متتاليتان من السبت إلى الخميس 8:00 مساء بتوقيت السعودية على زي ألوان.